هذا رجال معدين على لقاء ويا رئيس الوزراء وظال يفترق بال المنطقة الخضراء. ماشي طوني طوني الفيديو. السلام عليكم. طبعا أنا حاليا أمام المنطقة الخضراء هاي من أمس هنا لحد الآن إلى مكتب رئيس الوزراء ما حد خلاني. وأنا قابلت السادة رئيس الوزراء بالنجف نجل النجف وأخذ من عندي الطلب وقال أنا خابرك قبل شهر وكل شيء ماك عمي. أنا حاليا بس هنا طلعت حد ما حد يخلينك فيه. من أمس جيت الله وكيلكم والعباس كفيلكم دانت كروة دين وجيت دانت كروة دين وجيت لهنا وخابر نوابنا عن النجف ما يردون. واحد جاوب قال شوية وأنا خابرك. قلت له ذولا اللي يردون واحد عارف اللي يدخلون المنطقة الخضراء يدخلون المكتب رئيس وزراء. قال أنا خابرك واحد رفضني هم أنا عشرين أرقامهم بالفيس بس من يتصل عليهم واحد ما يردون مع الأسف الشديد. ولا حتى مدير مكتب رئيس وزراء هم اتصلت عليه ما يريد. بس مرة قال لي بك خير والدلال وقمت اتصل عليه وراسله ما يجاوب مع الأسف الشديد. أسأل ماشي الأهلي راجعين نجف والله العظيم كر ودان هدية. أبو نور شلونك؟ حياك الله أستاذ شلونك الله يخليك. أبو نور أنت جاي وصور فيديو وتفتر على الخضراء وتقول رئيس الوزراء طاك موعد تجي عليه؟ عندك موعد لون تجيت؟ رئيس الوزراء أستاذ رئيس الوزراء جاء للنجف أول ما جاء للنجف إيه قاعد الفندق غرناطة. أنا انتظرت 7 ساعات باب الفندق زين إيه يعني الجوب وايد وهاي معانات وتحرمص وتوسد خلوني قعدت باب الفندق زين إيه طلع بعد يا رئيس الوزراء يا جوب قوة يعني ما طلوا هاي توسد وقف حاشيته قلت له هالشي قضيتي يا دولة رئيس الوزراء وانا صار سنتي انا ما خليت اعلام وقنوات ايه وفيس وهاي اليوم قوة الا يعني وصلت ليك انا اريد اقابلك يا دولة رئيس الوزراء ايه وانت قلت انا بخدمة الفقراء وانا جاي اخدم الفقراء وانا هذا وضعي وانا بالحشي 3 سنوات الله شاهد لا راتب ولا حقوق زين وانضرب التالي بحادث السيارة وقاعد هسه قاعد مريض انا بالبيت والله قاعد بالبيت لا شغل ولا قال لك الرئيس عندي ها؟ الرئيس ايش قال لك من قلت له رئيس وزراء اخذ الطلب من عندي وقال له انا اخابرك زين خابروك اي لا والله ما خابروني بعدين انا تواصلت عن طريق الناس عرفوا هاي واعلامين شلون انسان طيب تساعدون اي اعطوني الرقم الخاص بالمكتب مال جماعه رئيس وزراء اتصلت عليهم قالوا ما يخالف تواصلنا وياهم وبعدين قاموا ما يرجون ما يجاوبون قد مره زين انت اذا ما عندك موعد ورايح يم الخضراء يا لي طببك اي هي هاي مشكله رحت انا بعد انا ايش مدينه قالوا غيرهم ما يجون مواطن انا جاي اشوفهم يتقبلون الناس ابو نور وهذا واشوف بتوصل يم الفريق يم فريق محمد البياض ابو نور ابو نور يم مدير مكتب رئيس الوزراء ما وصلت انت كأنك على قولة هذا اللي يغني امر على الديار من غير حاجه لعلي اراكم او اراكم او من يراكم انت هم غير هم يقولون هم مثل انت مقرون هم يقولون احنا بخدمه الفقراء يقولون ابوابنا مفتوحه للفقراء واحنا نستقبل الفقراء انا من هذا الباب الله شاهد من هذا الباب عبالي صدق صدقت ايش مدري ايش صار لك من شفت الرئيس ايه ايش قد صار لك من شفت الرئيس بالنجف شهرين اول ما جينا النجف شهر ونص تقريبا اخذ طلب قال بك خير وتدلل انا خابرك برقم موبايل بيد دوله رئيس وزراء ابو نور نعم انت لا ظلت تفتر دار المدار الخضراء اسبوع توقع لا ما افتر بعد رجعت هي 100,000 الله شاهد دائم تدين وخلصت وقعدت اساعدها لهنا رجالاني الخلف 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 بالله اخوي ابو نور الخلف بالله والله الخلف بالله ومرتين رايح للدكتور الله شاهد انا قدامك ايه؟ وعلى الهواء ايه؟ راح ادز هاي ايه؟ للاخ الفريق الاول الركن محمد البياتي اي والله قل له يا ابو قل له عم احنا بجاه الله وجاهك واحنا كنا الان وهو رئيس وزراء الاستاذ قال مصطفى الكاظمي قال انا ابواب مفتوحه وخدمه الفقراء يا اخويا غير هسه والله من هذا الجانب لا مناشد واحد سابقا ولا مناشد مسؤول والله العظيم اول مره اناشد رئيس نور. وزراء بالبلد او مسؤول اللي هو مصطفى الكاظمي ابو نور ناس مطالبه على الكتله الاكبر والمرشح والتوقيتات الدستوريه وتشكيل الحكومه والنوبة جتها هذا الوليد ابو المخدرات عمي اكو طرايب شويه اصبر
اي طلايب طلايب. لا هو صابر انا اقول لك انا صار سنتين استاذ مو يوم يعني انا صار سنتين انا اجي يعني من اجي هو انا سمعت كلمه منه قال انا جيت اريد اخدم الناس الفقره اريد اخدم الفقراء وانا ابوابي مفتوحه وانا شفت استقبل الناس يعني ان شاء الله انا راح اوديها انا راح اوديها للسكرتير العسكري